حريص من تلعب الشيطان به. والشيطان أيها الإخوة الكرام له منافذ واسعة على الإنسان، منها أن يقول له أن يسمي الأشياء بغير اسمها حتى يخفف من وقعها على نفسه فيسهل بذلك عليه الوقوع في الحرام. كيف ذلك يعني؟ ما مثاله؟ بعض الناس في زماننا من المسلمين يسمون الخمر وهي من أكبر الكبائر وأم الخبائث مشروبات روحية. مشروبات روحية صاحبها يرتقي بروحه أم تذهب روحه وعقله ودمه وفهمه وإدراكه؟ ما هو؟ من الذي جاء إلى ذلك؟ يتلعب على الإنسان كي يسهل له طريق الحرام ثم يمشي به خطوة خطوة حتى يودعه فيه. بعض الناس، هذا مثال آخر، تسمع بعض الناس يقول فلان شاب، نعم والله يعني اغلق كم مرة. ما هو الغلط تحصل به؟ يعني زنى بضعة مرات غلط. هذا غلط اسمه زنا أيضا والعياذ بالله من أكبر الكبائر غلط. ما هي الفاحشة إذن؟ ما هو الجرم الكبير إذن؟ ما هي الكبيرة إذن إذا كان قد زنى بضعة مرات بأعراض الناس؟ فما هو الكبيرة إذن يا أيها الأخ الكريم، يا أيها العاقل، يا أيها المسلم، يا أيها المنصف؟ ما هو الكبيرة؟ فإذا كان الأمر غلطا فارضه إذا لابنك فلتغلط عدة مرات. لا ثقيلة جدا، ليس ثقيلة جدا. كيف يضحك الشيطان على عقولنا ليرضينا بأن يخفي الشاب بمثل هذه المسألة مثلنا ولا تخفي الشاب؟ أليس فجرا أنها مخلوق مختلف؟ ألا تتحرك فيها مشاعرها وأحاسيسها في غير المجال الذي شرعه الله فتحركها الشيطان؟ فلماذا نقبل بهذا أو نتغاضى عن هذا ولا نقبل بذلك؟ من تلعب الشيطان بالإنسان أيضا أن تقول الزوجة لزوجها إذا أغناه الله بالمال يا أخي روح إذني ولا تتجوز عليك. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك أيضا. لماذا؟ يا أخي أنا المال كله لي ولأولادي، لأننا كما قلنا في الدروس السابقة الدنيا أكبر همنا، هي أكبر همنا، لا ننظر إلى الآخر. فترضى هذه الزوجة بأن يزني زوجها بإخوان أيضا بالإنسان. من تلعب الشيطان بالإنسان في الأسماء أيضا في التسميات أن يقول بعض الناس للرشوة إكرامية. إكرامية من؟ هذا الرجل مكلف بعمل، الموظف أو غيره أو أي إنسان مكلف بعمل يأخذ عليه أجر، فلا يحل لا له ولا لك. يعني بعض الإخوة يقول لك طيب إذا هذا باللهجة العامية ما بنمشي، ارشي بتمشي. أقول يا أيها الإخوة بالله عليكم، من الذي وسع هذا الباب علينا؟ هذا الباب موجود يعني من قديم الزمان، ما الفواحش ما نحن اخترعناها ولا وجدت في عصرنا. منذ أن خلق الله البشرية قتل ابن آدم أخاه، هذا أمر بدأ منذ خلقة البشر، لأن الشيطان يحرض الإنسان والإنسان عنده استعداد لذلك، ومزية الصالح عن الطالح أنه يرد كيد الشيطان ويصده ولا يقبله. إذا من الذي يقول بهذا الكلام يا أيها الشيطان؟ من الذي فتح لهذا الإنسان الباب؟ أنا أبو محمد ضرورة واقف عجور كان أدفع مثلاً قرض ضريبة أو مال أو أي شيء، ما واقف أنا رأساً بنقبل الرشوة بمشي على السريع، هي أنا زعيم لأني صح بدفع رشوة. مين اللي فتح لي الباب هذا؟ أنت. فتقول أنك لست آثم، والله أنت آثم كبيرة.
حينما تتعثر الأمور في وجهك وتصد عن حاجتك الضرورية يوما وأياما، أقول لعلك عذرا عند الله تعالى، لعله يأثم هو يضوء باسمنا وتعذر أنت. أما أن تجهز مجهز الخمسمية جيب قبل ما يكون شان يعطيها ويمشي على السرير، هذا من الذي يعينه على أكل الحرام؟ أنت، فأنت بذلك على حل أم على حر؟ على حرمة. فهذه تسمى إكرامية لا والله، تسمى هدية لا والله، تسمى رشوة وهي من الكبائر. والحديث في الصحيحين أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من الجهمية أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصدقات، يعني يجمع الزكاة من الناس. الأصل في الزكاة أيها الإخوة أن تجمع عند الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله، ثم يقسمها هو فيظهر إلى الأحوج فالأحوج. الآن هذه الأمور من مئات، من عشرات السنين أو من مئات السنين تقريبا ما عادت موجودة هذه الأمور، فكل إنسان يزكي بنفسه. هذا الرجل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع الزكاة ويأتي بها إلى المدينة ليفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على من يراه الأحوج. فذهب إلى قوم، نظروا إلى من أنت؟ قال أنا مرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول رسول الله. ترحبوا به وأكرموه وأعطوه زكواتهم وصدقاتهم، ثم بعد أن فرغ قالوا هذه هدية لك، هذه غنمتين كافية يدي لك. استحباب، كمان هنشوف الكلمة استحباب، والله مصيب خاطري طالع. أنا خاطرة لو ما يكون عندك شغل عنده تعطيه برامج برامج تعطيه هنا خاطرات، لا تجذب على نفسك ولا تجذب على نفسك. فقال، فأخذها الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. فتمحر وجه رسول الله، يعني تغير وجهه، ثم قام فصعد المنبر ثم قال أيها الناس، إن نبعث أحدكم على عمل فيأتي إلينا ليقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، حديث الصحيحين، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهك له أم لا؟ من طلع عليك يا بابا؟ من الذي يعرفك أصلا؟ ثم تقول إكرامية وإحسان ما إلى ذلك، أيضا تلعب الشيطان. تلعب الشيطان أيضا أن يقول بعض الناس ألفاظا من السباب أو الشتيمة ويحرف فيها، أو من الكفر والعياذ بالله تعالى. كيف؟ بدل أن يقول يلعن يقول ينعم، وكذا بعد يقول كذا وكذا. ما كفرت أنا يبسك، ما كفرت؟ طيب ما كفرت؟ لماذا تقول بعد ذلك اسم جلالة اسم الله عز وجل؟ لو ينعم لماذا تقول اسم الله تعالى؟ يعني يكون عوبة على لسانك والعياذ بالله، أم أنه تلعب الشيطان بك أيضاً؟ ومشا ما أكفر إذا كبزت، يا أخي لا تكفر لك هذه الكلمة، لماذا يضحك عليك الشيطان؟ ألست عاقلاً؟ نعم. لماذا تسلمه القيادة فترضى بأن يقولك الشيء الذي لا يرضى الله تعالى عنه؟ هذه أيها الإخوة أمثلة عديدة على أشياء تجري معنا في مجتمعنا وتجري على ألسنتنا من